الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم، بلغنا إلى الباب الرابع. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء، وتحذيره إياهم أن يتغيروا عما يتركهم عليه، وأمره بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده. وفيه عن أبي الدرداء قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقال: أيم الله لأتركنكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها سواء. فقال أبو الدرداء: صدق الله ورسوله، فقد تركنا على مثل البيضاء. وعن عبد الرحمن بن عمرو حدثه أنه سمع العرباض بن سارية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وعن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتب، قال فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. جزاكم الله خير. هذا باب عظيم وباب مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بربه، وأيم الله يعني ولا عمر الله وحياة الله صفة من صفات الله جل في علاه، فهو يقسم بربه جل في علاه. وهذا القسم تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالقول أو بالفعل على القسم الصحيح، وهو أن يقسم بالله جل في علاه، أو يقسم بصفة من صفات الله جل في علاه، أو يقسم باسم من أسماء الله جل في علاه. فإذا قال والله ورب السماوات ورحمة الله وعزة الله جاز ذلك، ولذلك هو قد أقسم بصفة من صفات الله جل في علاه، قال وحياة الله أو لعمر الله أو وحياة الله جل في علاه. وكيف لا وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم القسم الصحيح والقسم الشركي. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وهو على ناقته يقسم بأبيه، فقال لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. وعن ابنه عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قال عمر بن الخطاب: ما قلت ذلك لا ذاكرا ولا آثرا. فهذا أول إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا من آداب وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم للقسم الصحيح الذي يمكن أن نقول أنه مقبول عند الله جل في علاه غير مردود، هو القسم بالله وبذات الله وبأسماء الله وصفات الله، كأن تقول ورب الكعبة ورب العزة. لكن القسم الذي سمعته مرة أريد البيان منكم، قال قائلهم: ورب القرآن لأفعلن كذا. هذا القسم يدخل في هذا التقسيم الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال ورب القرآن. وكثير من الناس يقسم بهذا القسم لكنه لا يعلم، كله ضيع خلاص كده بقى، أنا هحزن يا أبو البراء. هذا الذي نريده، وهذا الذي أردت الدندنة حوله يا إخوة. هنا قلنا الإضافة
إضافتان، إضافة صفة وإضافة مخلوق، صحيح ولا لا؟ ما قلنا الكعبة بيت الله، عيسى روح الله، إضافة الخلق أو إضافة الصفة عزة الله رحمة الله. وهذه صحيح فيها في التفصيل أن نقول إن قصد بذلك رب القرآن يعني إضافة الصفة للموصوف أو الموصوف لصفته صح ذلك، لأن القرآن كلام الله هي صفة تضاف إلى الله لا في علاه. وإن قصد برب القرآن يعني كرب السماء يعني إيش القرآن مخلوق، فهذا لا يجوز. والأثر الذي نحك رأسنا به أن ابن عباس يصلي في جنازة فسمع رجل قال اللهم رب القرآن افعل كذا وكذا وارحمه ودعا للميت، فاستوقفه ابن عباس وقال ماذا تقول، ماذا تقصد برب القرآن؟ قال إضافة الموصوف للصفة. قال نعم. فهذه هي التي لابد أن نستوقف الناس عندها ونقول إن كانت إضافة صفة أو موصوف لصفته صحت لأن القرآن كلام الله لا في علاه، وأما إن كانت إضافة مخلوق لخالق فهذا لا يصح بحال من الأحوال لأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه يقسم بصفة من صفات الله لا في علاه وهي حياة الله. إذن قسم النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يستحلف، وهذه دلالة وإشارة من سلم على أن الذي سيأتي مهم عظيم، وحق والله إن الذي سيأتي من أهم ما يكون. قال تركتكم على المحجة البيضاء، وفي رواية أخرى قال إن سلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول لأتركنكم على مثل البيضاء، يقصد بذلك كتاب الله، وكتاب الله متفق عليه. فالكلام كل الكلام الذي أدرجه المصنف هنا يقصد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من العظمة بمكان ومن القوة بمكان، ولا بد أن نسترعى انتباهنا لما استرعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم سأترككم على المحجة البيضاء. وما هي المحجة البيضاء؟ قلنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصفا، هي ليلها كنهارها أوضح من شمس النهار، لا دخن فيها، لا إشكال، لا إجمال، بل هي تبين كل مجمل وتوضح كل مشكل. ولذلك قال عمران بن حصين إن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. ومقصد عمران رضي الله عنه وأرضاه أن في القرآن ما هو مجمل يبين بالسنة، أن في القرآن ما هو مشكل يوضح بالسنة، أن هناك تفصيلات لا تكون إلا في السنة وليست في الكتاب. فهي عظيمة، السنة عظيمة، والسنة شمولية السنة، السنة تشمل كل شيء، ما من نازلة إلا وتجدها في كتاب الله جل في علاه وبيانها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وتفسيرها وتفصيلها وإيضاحها وتبيينها تجدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شمولية السنة كما قلنا في حديث سلمان رضي الله عنه عندما جاءه اليهودي يستعرض سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما ترككم من شيء، أو قال علمكم كل شيء، فقال سلمان مقرا نعم علمنا كل شيء حتى قضاء الحاجة. وأيضا عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه بخبر، فما تركت السنة من شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أخبرت به. آداب الجماع، كيف الذكر عندما يجامع الرجل أهله، آداب الطعام، آداب قضاء الحاجة والخلاء، آداب المشي إلى الصلاة، آداب النوم، آداب الأذكار، كل أدب من الأداب أتت به السنة الغراء. هذه السنة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لشمولها ولعظمتها إن من تمسك بها وعض عليها بالنوارز فالنجاة النجاة، وإن من حاد عنها وزاغ فالهلاك الهلاك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يستحث أمته ويستنهض أمته ويقول ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. لما؟ لشمولية السنة كما قلت، أن النجاة في السنة والتردي والهلاك في الحيدة عن السنة. وهذه التي جاءت في الجملة الثانية قال لا يزيغ عنها إلا هالك. والهلاك أنواع، هلاك مطلق وهلاك أخص من المطلق، مقيد، هلاك مطلق وزيغ مطلق، ثم زيغ مقيد، وهو أنواع. الزيغ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا فيه التردي وفيه الهلاك، وهو متفاوت، ممكن أن يكون هلاك كلي وممكن أن يكون جزئي.
أما الهلاك الكلي بالزيغ الكلي الذي هو الزيغ المطلق وهو الحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلية، وهذا الذي يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يقولون لا نأخذ بالسنة ولا نوافق عليها، ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام تركناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا مثل هؤلاء المتنطعين الذين خرجوا من الدين خروجا بينا، الذين تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم ظهرية، قال لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته، يقول يجيئه أو قال جاءه الأمر من أمري، فيقول ننظر في كتاب الله، فما وجدناه في كتاب الله حلال أحللناه وما وجدناه حراما حرمناه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وفي الرواية الأخرى وهي أهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله جل في علاه. ليت شعري هؤلاء كيف يعني يجعلون السنة خلفهم زهرية ويتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون النجاة؟ كيف عرفوا الصلاة؟ كيف عرفوا الزكاة؟ كيف حجوا إلى بيت الله جل في علاه؟ كيف عرفوا عدد ركعات صلاة الظهر أو صلاة العصر أو المغرب أو العشاء؟ كيف عرفوا شروط الزكاة لابد من حولان الحول وبلوغ النصاب؟ كيف عرفوا الطواف بالبيت كم شوط هو؟ كيف الوقوف على الصفا أو على المروة؟ كيف الوقوف على عرفة؟ كيف عرفوا ذلك إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا بلغ المال كذا النصاب فعليه الزكاة وحولان الحول كما في حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. فهذا الزيغ الكلي فيه الهلاك الكلي، وهؤلاء كما قلت القرآنيون الذين ألقوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم ظهرية. أما الزيغ الجزئي هم الذين قالوا نقبل السنة وتركوا بعض السنة، قبلوا بعض السنة وتركوا بعض السنة. هؤلاء ألوان وأنواع شتى. النوع الأول قالوا نقبل من السنة، ولما لا نقبلها وهي من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأصلوا التأصيل الكبير أنها من عند الله وحي ولا بد أن نأخذ بها، لكنهم قالوا نشترط فيها شروطا أو نقول شرطا وقيدا مهما. ما هو الشرط؟ قالوا إن وافق هذا القول قول رسول الله العقل أخذنا به، وإن لم يوافق رددناه. إذن عرضوا الوحي على العقل، وهؤلاء الذين من أصولهم الخمسة قدموا العقل على النقل، قالوا العقل مقدم على النقل، والله جل في علاه عظم في كتابه العقل، أولو الألباب أولو الأبصار تعظيم للعقل، فقالوا كل سنة وافقت العقل أخذنا بها، وكل سنة لم توافق العقل لم نأخذ بها. هؤلاء كما قلت التردي والهلاك جزئي ليس كل، ليس خروجا بينا من دين الله جل في علاه. لما؟ لأنهم قالوا ما نرد على النبي قوله، لكن يشككون في هذه الأسانيد، الأسانيد والأحاديث التي لا توافق العقول عندهم، وهذه العقول ليست بسديدة ولا صحيحة. الغرض المقصود قالوا هذه الأحاديث إن لم توافق العقول هذه الأحاديث فيها ضعف، أسانيدها ضعيفة، ولذلك لما ردوا الأحاديث ردوها على البخاري، ردوها على مسلم، ردوها على أبي داود، ما ردوها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قالوا لا نأخذ بقول النبي، لأنهم أصلوا أنهم عباد وقالوا وما ينطق عن الهوى، نأخذ بكل الوحي، لكن هذا الحديث لا يصح، ولذلك ردوا حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فردوه وقال هذا حديث مكذوب لا يمكن. لما شغبوا على أهل السنة والجماعة بترهات عندهم وهنات في عقولهم؟ قالوا لو قلنا بسحر النبي صلى الله عليه وسلم إذن لن يثبت لنا لا القرآن ولا السنة، ولا نثق في هذا الدين الذي نأخذه من الكتاب ولا من السنة. رجل مسحور هل سيضبط الوحي؟ رجل مسحور هل سيضبط السنة؟ لا يمكن أن نأخذ بهذا الحديث. وردوه، توافقون على هذا الرد؟ أنا أجزم أن من أهل السنة والجماعة من قال بذلك، وهذا الذي يثير الدهشة، والذي نفسي بيده فحول من أهل السنة والجماعة ضعفوا هذا الحديث في البخاري وقالوا هذا حديث ضعيف ولا يمكن القبول به، العقل لا يمكن أن يقبل أن السلام قد سحر. لكم رد ولا نشير كمان؟ لكم ردود؟ شغبوا وقالوا المسحور لا يتزن، المسحور يغلب على عقله، فكيف نأخذ ديننا من رجل قد سحر؟ أجيب أنا أولا، توافقون هلاك أنتم عليهم بالمرصاد، إذن ائتونا تشغبون عليهم كما شغبوا علينا، طب رد التشغيب الأول ثم شغب، رد يا باشمهندس. أيوة ماشي، هم يستدلون بالعموم، قالوا والله يعصمك من الناس وقد سحر، لو قلنا بأنه سحر
ضربنا السنة بالقرآن وإذا الوحي اختلف، ونقول للكل خرج من مشكات واحدة. أحسنت، بس خلينا نكمل الشغب عليه كده. أحسنت، جيد. كم واحد يعلم بأن النبي سحر ولا يستطيع أن يرد؟ أولا تؤمنون أنه سحر؟ الكل يؤمن. طيب جاء القوم وشغبوا عليكم، قالوا سحر والله يعصمك من الناس، سحر وهو رسول، سحر ويأتيه جبريل. إذا لا يضبط القرآن ولا يضبط السنة، والمسحور يغلب على عقله، فكيف نقول بالسحر؟ طيب ما هو إذاء، الإذاء اللي وصل للنبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا نقول غلب على عقله، لا نأخذ منه شيئا. بقية الحديث عشان أبين لكم، بقية الحديث يقول، تقول عائشة كان يرى أنه أتى أهله ولم يأتي أهله، يرى أنه فعل الشيء ولم يفعل الشيء. انظروا إلى هذا. كما قال البشمهندس، هم يقولون هذا عموم، خصصتموه بإيش؟ وإيش الدليل على التخصيص؟ هات السياق والسباق واللحاق كما شئت. أنا الآن أنا أقول، هم يقولون والله يعصمك من الناس، عموم ولا خصوص؟ عموم، لما خصصتموه في العصمة في الرسالة فقط؟ لما ذلك؟ ها اتفضل. لا، في الآية الأول، السباق والسياق، هات الآية. يا أيها الرسول بلغ، السياق في إيش؟ في التبليغ. فقال في التبليغ والله يعصمك، إذن حين البلاغ الله يعصمك من كل شيء، ستبلغ ستبلغ. ويؤكد ذلك دلائل باهرات كشمس النهار. سلام مصطفى الله يكرمك. ها جيد، بس هذه عمومات، عايزين الخصوصيات. صح، قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. طيب وهل السنة ذكر؟ السنة ذكر الدليل. وهذه لمحة ولطيفة جيدة جدا، قال لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا قلنا معكم الذكر المقصود به القرآن، قلنا التبيين المقصود به إيش؟ السنة، أدام من باب التنزل مع الخاص. إذا قلنا لا، ما تدخل السنة تحت الذكر، نقول أنزلنا إليك الذكر لتبين. هيبين بإيش؟ ها، هيبين بسنته وهي وحي. ماشي، دليل ثاني. هم يقولون لا، وما ينطق عن الهوى بإذن مش مسحور، يبقى نرد الحديث. نريد نقول لهم لا، هو مسحور ولن نرد الحديث. أنا أقول لكم شيء علميا، كيف احنا نتعامل مع الخصم؟ أولا نؤصل تأصيلا نتفق معه ويتفق معه، ثم نبين قوله والإشكال الذي عنده ونحل له الإشكال، ينتهي الموضوع. نؤصل أصل، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا، والقرآن والسنة من مشكاة واحدة، اتفقنا على ذلك، كلها وحي من الله، كلها وحي من الله. نقول الآن تعال، ما الإشكال عندك في سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيقول الإشكال عندي لو سحر النبي صلى الله عليه وسلم غلب على عقلي، فلا يتزن عنده البلاغ، فلا يستطيع أن يبلغ كل ما أنزل إليه. نقول الحمد لله، نقف عند هذا الإشكال ونبين لك أن هذه غير، ها، غير مرادة بحال من الأحوال. يمكن أن نقول السحر له أمران أو تأثيران، تأثير على العقل وتأثير على الوحي والبلاغ، وتأثير على الجسد، والتأثير على الجسد كالمرض. إذا تأثيران توافق معنا، لابد أن يوافق، فنقول له ننظر في الأول، هذا الأول هو الإشكال عندك، أما الثاني نحن نوافقه على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، يعتريه ما يعتري البشر، يأكل ويشرب وينام ويضارع ويقضي حاجته ويمرض ويوعك، بل يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات مقتولا. توافقون؟ نعم. طيب إيش الآية التي تدل على ذلك؟ أفإن مات أو قتل، فالإذاء سيحدث للجسد، سيحدث للجسد. يبقى إذن المعمعان كله موجود في مسألة إيش؟ مسألة التبليغ. فالمعركة كلها في التبليغ، نبين نحن أن التبليغ لا يمكن التشويش عليه بالأدلة الصارمة القطعية. منها أولا قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. وقال في النهاية والله يعصمك حين تبلغ، والله يعصمك من الناس. سورة القيامة واضحة جدا يا إخوة. ها، إن علينا جمعه وقرآنه، أكمل. فإذا قرأناه ثم إن علينا، من الذي تكفل بذلك؟ سحر وغير سحر، المسألة انتهت. من بيده ملكوت السماوات والأرض هو الذي تكفل بجمعه وقرآنه وبيانه.
فإذا تكفل الله بذلك انتهى الأمر، لا مدخل لأي أحد، لا شيطان إنس ولا جن ولا أحد يمكن أن يتدخل بذلك، لأن الله هو الذي تكفل بالجمع والقرآن والبيان. أيضا قال الله تعالى عموما إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بطلت عندكم هذه أو هذا الإشكال الذي أشكلتموه علينا وشغبتم علينا، ثم نقول لكم رسول الله كان يرى أنه يأتي أهله وما يأتي أهله، أنه يفعل الشيء وما يفعل الشيء. هذا بالضبط كمرض الصداع، كمرض الإنفلونزا، كأي مرض من الأمراض التي تصيب الجسد، لا سيما وأن الإنسان كان يعلم أنه لم يأتي يقينا لكن كان يخيل له الشيء، وحين البلاغ كان الله يعصمه من ذلك. مفهوم؟ إذا نقول لهم أنتم قدمتم العقل على النقل، وعندنا النقل يقدم على العقل، لأنه ما هو إلا وحي يوحى، وأن الله جل وعلا لما تعبدنا بالشرع الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ما العلم إلا قال الله قال رسوله، لا مدخل للعقل في هذه المسألة. أيضا لما قالوا بهذا التقعيد ردوا أحاديث أخرى عن السلام، حديث شق الصدر، أن السلام شق الله جل وعلا أمر جبريل فشق صدره وأخرج حظ الشيطان، شق الصدر حتى الى الاسفل الى قبل العانة، شق صدره واتى بطفل وملئ بحكمة وبإيمان، ثم اخذ حظ الشيطان منه وملئ صدره حكمة وإيمان. شق الصدر عندهم قالوا لا يمكن، كيف يعيش شق كل صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن ان ناخذ به. قلنا يعني حتى الواقع يكذب ما انتم فيه، بعض الاطباء لا يفتح قلب فقط، 50 قلب امامه 50 صدر يفتح ويشق وبعد ذلك يلحم ويخرج المريض بفضل معافي، هذا انتم تصدقونه على بشر ضعيف ولا تصدقونه على ملك طوله من السماء للارض اعطاه الله قوة لا يمكن ان تكون في قوة البشرية. فتشغيب العقل وتقديم العقل على النقل هذا من منهج المعتزلة، وهذا الذي جرأ اذيالهم ان يفعلوا ذلك عندما نظروا للواقع وبعقولهم ردوا كثير من الاحاديث، منها حديث الذبابة ومنها والإجابة عندكم بعد الدرس، حديث الذبابة، حديث الدجال أيضا ردوه على 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 قائليه حتى ولو كان مسلم، حتى ولو كان مسلم ردوا هذا الحديث على مسلم وقالوا الحديث ضعيف. لما؟ لأن مكبرات الصوت ولا مكبرات الرؤية لم ترى، أو الأقمار الصناعية التي تأتي بأرقام الفانيلات لم تأتي بالدجال، إذن الدجال غير موجود. وطرحوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث تميم الداري وهو مسلسل، ويقول حدثني تميم الداري، يعني أسعدني أو قال أسعدني أن حدثني تميم الداري بما حدثتكم به، وقد رأى الدجال مسلسلة، لكن هو عشان الأقمار الصناعية ما أتتش بالدجال، إذا ما في دجال، ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الضعف البشري موجود، والنظريات التي تحتمل الصواب والخطأ لا يمكن أن تكون حاكمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من أنواع الضلال، فيه نوع من أنواع الهلاك عقوبة له، نوع آخر ولون آخر من أنواع الضلال والزيغ، لأن السلام الآن نحن في إيش؟ في الجملة الثانية، لا يزيغ عنها إلا هالك، فنحن نبين الآن أنواع التردي والهلاك مع سنة السلام، النجاة والعصمة في التمسك والعض بالنواجذ على سنة السلام، والهلاك والتردي مع الحيدة والزيغ عن النبي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لون آخر وهو قبول السنة لكن ردها برد خفي، هؤلاء أضعف، سلاحهم ليس بقوي، فقالوا لا نقوى على أهل السنة والجماعة، يكشرون عن أنيابهم فلا نستطيع أن نواجههم لكن نضربهم من تحت، هذا أخف وطأة من الأولين. هؤلاء الذين يقولون نقبل بكل سنة صحيحة وردت بالأسانيد صحيحة نقبلها، لكن يردونها ردا جميلا يحرفونها ويسمون التحريف تأويل. مثال ذلك طبعا من الذي يفعل ذلك؟ أحسنتم، هؤلاء ماذا يفعلون؟ الأشاعرة، نعم، هم الذين نصبوا أنفسهم للتأويل بل للتحريف، يعني يأتون إلى قول سلم عندما سئل في الصحيحين أنرى ربنا؟ قال أترون الشمس رابعة النهار واضحة ما فيها لا ضيمة عليكم عندما ترونها، أترون القمر ليلة البدر؟ فقال سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فقالوا ترون ربكم حديث صحيح في الصحيحين لابد أن نقبله، إسنادك الشمس لا نرده، نحن نقبل هذه الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا لكن ليس هذا هو المراد، معنى ترون ربكم يعني تعلمون حقا أن هذا هو الرب، كما أنكم تعلمون أن القمر هو القمر وأن الشمس هي الشمس، تعلمون أن الرب هو الرب، فحرفوا الرؤية بإيش؟ بالعلم، وهذا تحريف وليس تأويل، وليس عندهم ثمة دليل. والرد عليهم بالتفصيل ردت عليه في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، إما ناقص وأرى هذا الرد عندكم أم لا، وإما نسير سر على بركة الله الحمد لله. أيضا أتوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ينزل ربنا، يا للروعة،
إيمانيات عالية في نزول الله جل في علاه. عندما تكون في الصحر خاليا تبكي وأنت تعلم أن ربك في السماء يقول لك عبدي إن تستغفر أغفر لك، وإن تسأل أعطيك، وإن تدعو أجيبك، وإن كنت مريضا تستشفي أشفيك. هذا روعة الإيمان بذلك تراها وأنت خاليا في الصحر، وهم يشوشون ويشغبون علينا ذلك يقولون إن ربنا لا ينزل، ولو قلنا بالنزول لشبهنا الخالق بالمخلوق. من ينزل؟ قالوا الملائكة تنزل، الرحمة تنزل، الأمر ينزل. نقول لهم احنا نقول لا، خالفتم الكتاب والسنة احفظوا اي تأويل وتحريف، قل هكذا، خالفتم الكتاب، خالفتم السنة، خالفتم اجماع الصحابة في كل شيء، اي شيء يأتيك اعمل كده، هتوقفوا عند حد مش قادر يتكلم، فاهم؟ وبعد كده دقت النظر، هم خالفوا الكتاب وخالفوا السنة وخالفوا ايضا اجماع الصحابة. لكن نقول لهم تعالوا الى هذا الباطل الذي تقولونه، تنزل الملائكة، تنزل الرحمة، ينزل الامر، ماذا يقال في النزول؟ هل من سائل فأعطيها؟ الملائكة هي التي تعطي؟ أتملك لنفسها خيرا أو شرا؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل الملائكة تغفر؟ الملائكة هي التي تغفر؟ أعوذ بالله. هل من داعي فأجيبه؟ هل الملائكة التي تجيب؟ لا، الملائكة تدعو الله وتتضرع إلى الله جل في علاه. ما الآية؟ الآية تثبت ذلك بسرعة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا التأويل تحريف وليس بتأويل، هذا أيضا ضلال ونوع من الضلال، وفيه نوع من الهلاك. نوع آخر من هذا الضلال المبين والزيغ أيضا والحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الغلو في أحاديث الوعد، وأيضا الغلو أو الجفوف في أحاديث الوعيد. هؤلاء طائفة زاغوا عن السنة، لكن الزيغ كان غير النوع الأول، زاغوا عن هذه السنة بأن عضوا بالنواجذ على أحاديث الوعد، فخرجوا على الأمة فكفروهم واستباحوا دماءهم ونساءهم وأموالهم، أخذوا كل أحاديث الوعيد اثنتان بأمتي هما بهم كفر، أن يحل الميت قالوا من تنوح فهي كافرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، فمن حلف بالنبي فقد كفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، الزاني كافر، فعندهم كل عاصي كافر، فغلوا وحادوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من الحيدة أيضا يعقبه أو نقول نتيجته نوع من الهلاك وليس الهلاك الكلي. ونحن نفرق والإخوة منتبهون، أرجو ذلك، أننا فرقنا بين القسم الأول والأقسام الثانية التي تليها. القسم الأول حيدة كلية فأصبح الهلاك كل، خروج بين من دين الله جل في علاه لما طرحوا السنة خلفهم ظهرية. أيضا النوع الرابع الذين غلوا بالعض بالنواجذ على أحاديث الوعد وقالوا إيمان جبريل كإيمان أبي بكر كإيمان أحد الأمة، أخذوا بكل الأحاديث التي تقول من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، ولم يجعلوا التفاوت بين المؤمنين. هذا أيضا نوع من نوع الحيدة، له نصيب من الهلاك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيغ عنها إلا هالك. نعوذ بالله من الزوغان ولا الروغان، ونعوذ بالله جل في علاه من الهلاك كله او بعضه او دقه او جله. الفوائد المستنبطة من هذا الباب العظيم، اولا شريعة الله هي الحق، ولا حق الا شريعة الله. توافقون؟ توافقون؟ طب اريد انا من اين نستنبط هذه الفائدة العظيمة؟ ايوه، ايش اللي حدث؟ المتهوكون فيها يا ابن الخطاب زجر وشدة وغلظة مع من؟ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ثم في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما سمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهذه فيها دلالة على أن هذه الشريعة الخاتمة هي الشريعة الحق وغيرها باطل، ومن اعتنق غير دين الإسلام فهو على خطر عظيم، بل هو حقا من الكافرين ومن الخالدين في نار جهنم والعياذ بالله. الفائدة الثانية الغضب للحق لا الغضب للنفس، هذا أدب نبوي أسأل ربي جل في علاه أن يجعلني أتحلى به وتتحلون به. الغضب للحق لا الغضب للنفس، من وين؟ نفس الحديث، قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لما ورده، مع ان عمر رضي الله عنه ما كان يريد ان يضرب هذا بذاك، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه قط الا اذا انتهكت محارم الله. وهذه دلالة فيها دلالة مخفية ان هذه ذريعة لانها ستنتهك محارم الله، ولذلك ترى الفهم الدقيق لشيخ الاسلام تيمية قال من الخطأ البين ان يطلع اهل الاسلام على الانجيل او التوراة او الاديان الاخرى ولم يكن متقنا من دينه ومن كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه بقى يعني من اعظم الفوائد التي تفيد اصحاب النت والشبكات، يدخلون على الغرف ليناظرون النصارى وهم لا يعرفون عن دينهم باي شيء،
شبهة واحدة تضيعهم عن دين الله جل في علاه، ويدخلون الغرفة الثانية ينظرون ما أعرف من من المبتدع، والغرفة الثالثة وهم لو دخلوا في القبو أفضل لهم، لا يعرفون عن دينهم شيء، ثم يناظرون أصحاب الأديان الأخرى. لابد أن يتقن دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وهو من هو في الإسلام، قال أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الفائدة الثالثة، ما قاله رسول الله كما قال الله. فين هذا؟ أيوة، أبو الدرداء ماذا قال؟ قال صدق إيش؟ وهو يروي عن من؟ لا، يروي عن النبي وقال صدق الله وصدق رسوله، فهذه فيها دلالة أنه يرى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو قول الله، لكن هذا يحتاج تفصيل. كيف يكون هذا الحديث وأيم الله لأتركنكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها قول الله؟ كيف يكون هذا قول الله الذي في علاه؟ المحدثون، هو هذا الذي أريده اصطلاحا، قل بأن الحديث النبوي المعنى من الله الذي في علاه، واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاز أن تقول هذا قول الله، لأن معناه من معناها من الله، فلك أن تنسب ذلك لله جل في علاه. ها، وهذه نعم الآية كلها يكون كله تحتها، وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني من عند الله، الكل من عند الله من مشكاة واحدة. هذا آخر ما يعني يكون في هذا الباب العظيم، ثم انتظروا بعد ذلك عمق العقيدة، سيدخل بعد ثلاث أبواب أو أربعة أبواب في مسائل القدر. هذه المسائل التي هي ضحى مذلة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، جزاكم الله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.